رجعت لكم بلعبة جديدة، هي لعبة وايد جديدة يعني نزلت من كم سنة، اسمها بري من شركة بثيسدا. اللعبة نزلت في سنة 2017. نفس الشيء، منظور شخص أول وشوتر، وأظن لازم بس يقولون سيرفايفل، بس أنا ما أحسها سيرفايفل. وطبعا في البداية تختارون الشخصية اللي تبون، رجل أو امرأة، فطبعا اخترت امرأة يعني. يلا. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Hey, Morgan, wake up. You're burning daylight. You sent the helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Okay, oh, hi. Listen, really great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Okay. نحرك شخصية اسمها مورغان، أو يمكن اسم العائلة مورغان. اتصل في واحدة اسمها أليكس لو يو ما أدري، المهم، وقال له بطرشك هليكوبتر، وبطرشك هليكوبتر، وانتي أول يوم في الوظيفة. أنا ما ترى ما لعبت اللعبة من قبل، فأول مرة، وما شفت منها إلا التريلر اللي انعرض أول مرة في E3 مع الألعاب. كنت أتمنى أن يكون فيها عربي، ولكن للأسف لعبة بالانجليزي. اوكي، اوكي، ما ادري ايش مكتوب بالضبط، بحاول اترجم بس اللي اقدر عليه. اوه، هاي اغراض اخذها. طيب، تيك اول، يمكن نستفيد منها يعني. زي ما قلت لكم، انا اللعبة دي ما لعبتها من قبل، فما ادري. كلايم، نعم كلايم، وين بروح؟ فوق المكتب كلايم بعد. ناخذ هاي، ولا لا، ما بي ما بي. لو سمحت، لو سمحت قطة، ما نبي ننعفس الدنيا. لا لا، خلاص احول، حطه سنة مشاكل. انتر باسورد مورغان يو، ذاك اسمه أليكس يو. وات، يا او يلعب جيم. شنو جهازك؟ طبعا ما في جهاز معروف يعني. سنة 2032. كونغراتس مورغان أليكس، مبروك يا مورغان، رسالة من أليكس. يا عزيزي، موسوعة الأكل العلمي والطبخ، نقراه يعني؟ يلا، ما في شي. زين، انتي قطيت الصابون على الأرض. أوكي، تدرون يمكن نلبس البدلة أحسن. اوكي، كان المفروض نلبس البدله من البدايه، بدل ما قاعد ادور. انزين، لبسنا الشوز. يس، الان ماذا نفعل؟ نروح الهليكوبتر. يعني ما يحتاج نفتح الكمبيوتر. بل مسكر علي، ما يتبطل الباب. هاي ترى بيتنا، كيف يا بلكونتي؟ ايش فيه ربط الباب؟ بطل. واو، أكواريوم، بيت ناس. مورنينغ ميس يو.
مورنينج، يعني أنا اسمي يو؟ ليش أنا اسمي يو واسم المدير أليكس يو؟ انت شنو اسمك؟ Heard there's a chopper on the roof. Must be for you. باتريشيا بارما. تقول سمعت صوت هليكوبتر في السطح. هي أكيد لك. أنط. أقعد. وأنط. علم التحكم يعني. حسنا هيا نذهب. ماي فلور. بس دعوة بس طابقين. يمكن إنه سكيورتي يعني. كل واحد يروح الطابق اللي تخصه. يلا نروحه. هاد وصلنا. استعواش العمارة لك البيبان مكفوضة. مرحبا يا أخي هليكوبتر. أنا قادمة لكي أركب. أنا أصعد. يه 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 شال كل هليكوبتر كشخة بعد. لا 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 ما أقدر. Ms. Yu, please make yourself comfortable and we'll be on our way. Transstar facility is just a short hop. 78 degrees. Clear skies all the way. كان ياخذ راحتك وارتاح لاني وصل الشركه ما ادري الدوام. شو دعوه شو الدوام اللي شي الهليكوبتر كشخه توديني دعوه قهوه زين قهوه على ما نوصل شوف. That's a nice view on the bay there. وينه؟ اوكي. فريت مخكم انا بعد راس افتر. هاي الدوام؟ اشتغل بسرعة وصلنا. صبر بتمشى زيادة. واو زين انا ودوني الدوام بهليكوبتر دعوة يعني قصدي في الصج بدل زحمة الشوارع. Mind the glass on the way out. Good luck to you. اي جلاس قلت حملي من الزجاج متنازع. انزين ابي اشوف الدعوة عليها مخفي. ابي اشوف الطيار. نسيت ارجع ادش. خلاص بروح البيت خلاص الدوام. اوكي والله العظيم شو العز اروح الدوام هليكوبتر. هلو دكتور يو. هلو سلم علي بعد. I'm a Sybil 495 science class operator. اوكي بدال تقول اسمها سيبل. Excuse me. نعم. What? Transstar has over a dozen state-of-the-art facilities across the globe. More, if you count the entire Earth-Moon system. ما بسمع. ما بسمع. ما بسمع. معلومات. ما أدري شنو ما بسمع. بخر عني. ما أدري حتى أي طالب أروح. Morgan, you have a 9 a.m. appointment in the testing facility. عندي موعد. الساعة 9 في مبنى الاختبارات. تستنج فاسيلتي. ووو من الطابق. واو اوكي. الطابق رقم 71. مورغان فاينالي. يس هاي اليكس يو اللي كلمنا. ليش انت اسمك يو انا اسمي يو؟ ما عندنا اسامي في الدنيا الا يو يو. هلو يو يو. انت ايش اسمك بعد ليكون يو؟ hey. قوم. You don't look terrible in a Transstar uniform. How's your eye? Still bad? I know the test might seem a little unconventional, but that's a new family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Okay, أنا فهمت غلط. إحنا من عائلة يو. نينا. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. يعني أنا اسمي مورغان وعائلتي يو وأنت اسمك أليكس وعائلتك يو ما في عوائل. Mr. Yu, they're ready for your sister in room A. Right. أنت شنو اسمك؟ Just be yourself. I'll see you after. يقول كن على طبيعتك سأراك فيما بعد. Dr. Yu. ديمتري ما أدري شنو. شنو؟ شنو اسمك؟ ديمتري وات؟ أوكي هيا نذهب إلى التست. The method. مجلة بعد
أوهو، نفس المجلة اللي مساء قريتها في البيت. أيها العلماء، لقد أتيت للاختبار. ماذا ستفعلون بي؟ I'm Dr. Bellamy. Looks like we have some tests to run through today. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but شيء متعود عليه. You're going to do fantastic. All good? ستكون جيدا. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. وين؟ Go with your gut. Okay? أشيل البوكس اللي في الريد سيركل. Press the red button when you're ready. وين؟ لازم أوقف هني وبلص قفيهم أنا. أوكي، بيسويني اختبار لأن لازم أحرك البوكسات من المنطقة الحمراء. وات؟ أنا أوديهم زين. Wonderful. وشو اللي wonderful؟ ما سوينا شيء. Absolutely fine. Let's move on to room B then. لحظة يا أخي. ما أدري إيش سويت غلط. أقول لي wonderful، أنا بس واحد اللي قدرت أشيله في الوقت المقصود. Okay, Morgan. Listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. أنخش في الغرفة. Take your time. Relax. Think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button. شلون أنخش؟ What? يبيني أنخش. Okay. شلون أنخش؟ يعني في كل الحالات هم بيشوفوني مني. ولو قلنا ورا الكرسي ام حق ما خش ايش يا اخي. She's hiding behind the chair. Morgan, we're ready. طنزل علي ان انا انخش ورا الكرسي. ما في مخش، يعني وين انخش؟ Oh for God's sake. هاكم ما في مكان انخش. استهبلون صح؟ Any synaptic register at all? No. What are you going to do? That's fine. Synaptic register. What do you mean? Sorry. Let's keep things moving, Morgan. شكلي مللتهم. شكلي مللتهم تدرون. دوي مارفلس ها؟ دوي مارفلس. طنزان علي صح؟ تحقون. قد احتر. نعم. شنو اختباركم الحين؟ قد افشل. شوفوا عيلون احمر. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can, in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. يعني أضغط على هاي. عقب أنط دوس على ذي. I'm sorry. Can someone please explain to me what's happening, Simmons? I installed exactly what Tina put down. Did you double check? Speaker still on. قاعد أسمعكم. I apologize, Morgan. We're يقول ممكن تشرحون إيش قاعد يصير؟ The equipment. يقول في مشكلة في الأعدادات. مو مشكلتك. One last room. Let's step يقول أنت قاعد تسوي زين. وأنا أسوي زين. يا أخي مسخرة. أحس إني قاعد أتمسخر. أحتر. أنتوا حاسين باللي أنا أحس فيه؟ أحس إني قاعد أتمسخر. شنو الاختبار الحين؟ sit down. Can someone get me a cup of coffee? يبي قهوة. I'd appreciate it. Thank you. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Then I get. Okay. Wonderful job. Then. Take a look at the screen in front of you. شو طالع؟ I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. بحط لي أسئلة ولازم أجاوب عليها. Start on the screen when you're ready. Okay, Lester. Sure, so you're planning a vacation. Go somewhere familiar. You know, love or try someone new. Whenever you're ready, Morgan. يقول أنت خطط حق إجازة، بتروح مكان معروف ولا مكان جديد؟ أنا أحس إنه مكان معروف. Good, good. Like you've got the hang of it. Keep going, keep going. نشي صوتك. زين. تم الحكم عليك بالإعدام عشان أفعالك. هالشيء شلون بيخليك تحس؟ angry عصبي calm كان يستحق الأمر خائف لا أعرف ماذا سأفعل
اوكي انجري اظن راح اعصب من حاجه معايا بالموت. That's heavy stuff. Run away to train bearing down a 5 people who are tied to track. Okay. قطار خارج على السيطرة متجه اتجاه 5 أشخاص مربوطين في القطار أو السكة. You can cause the train to switch track. أقدر أغير مسار القطار بس شخص واحد بس مربوط في السكة الثانية. شو أسوي؟ أغير السكة يعني أضحي بواحد عشان 5 يعيشون ولا ما أسوي شيء؟ أتوقع أن طبيعي أن ليش أغير السكة ولا دو ناثينج؟ يعني المفروض أن أنا أحاول أن أنا أنقذ الواحد اللي مربوط بروح. لا صح صعب شكلي بسوي سويش تراكس. Good. Next. أهم شيء إنزين نفس الشيء قطار راح يدعم 5 أشخاص وأنا واقفة على المنصة بجانب شخص سمين ولو دفعته على القطار راح يوقف القطار. أدفعه؟ طبعا لا ما راح أدفعه. Almost done. إنزين نفس الشيء قطار راح يدعم 5 أشخاص مربوطين في السكة. أقدر أوقف القطار لو نطيت على السكة بس يمكن أموت. أنط وأنقذ الناس. I think أنا بنط وأنقذ الناس. Wow. I'm impressed. Well done. Well done. We're nearly through it. For this next part I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. شنو الصورة؟ In a moment I'm going to ask you what... يقول يطالع الصورة. It's empty. ها؟ شو أسوي؟ أبي ما أقدر أسوي شيء. ليش أنا أغمى علي زين؟ توا يقول لي بعرض عليك صورة وتشوفها. قبل يقول ليش كوب القهوة فاضي عقب هجم علي شيء أسود من الكوب. Alex. Simmons. What's going on? We have a problem. What about Morgan? She's alive, sedated. واحد اسمه ماركو سيمونز يكلم أليكس. قال نظف المكان وأنا جاي في الطريق. فصارت مشكلة. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. السالفة. مشكلة ما ركزت على التاريخ. بالبداية هل كان نفس التاريخ ولا لا؟ 15/3/2033 That Monday. ما أتذكر إذا كان نفس اليوم ولا لا. هاي شنو الجهاز؟ أوكي أنا متأكدة إني لقيت هالأغراض كلها. كم مرة لازم أشيلهم معاي؟ زين شو السالفة الحين؟ عاد اليوم يعني؟ ليش؟ What the... أفيه... ما أعرف إيش صار. أرد ألبس يعني؟ أف زحمن يلا نلبس البدلة again مع أن اللي صار غريب. اوكي ما الذي يحدث؟ ليش المرة اللي انا اكلمها؟ ايش صار؟ سلاح. Hello Morgan. It's time we spoke. January. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday? اللي صار امس كان صدق. If you want to know what's going on, first you need to get out of your لازم تطلعين من المبنى. انت مش في امان. اوكي شلون اطلع؟ سخان.
أوه حسبي الله عليكم. شنو هاي قصوا علينا دريشة؟ هو أصلا ولا دريشة ولا شيء. ها يلي شو أقول، تراقبوني؟ حسيت بإحساس إليزابيث من لعبة وش انفنت. نعم من يتصل؟ يا سلام كتب محاكاة. شنو هاي؟ كاتبين أنشطتي اللي أسويها من الساعة 12 للساعة 7:30 نايمة، وأقوم 7:30 دقيقة. واو كاتبين إيش كنت أسوي. لحظة شوي في إيميلات خل نقرأ. الدكتور بيلامي، if you have been on branches of your main product line, you know that sometimes we need to put an extra effort to hit the milestone, and any extra risks are fully taken into account when these decisions are made. The move to extend indefinitely was a direct request by both Alex and Morgan. Alexio. زين عارف ان الحالة هي صارت الصبح خلت الناس خايفين اساس تمنع الخوف ما له معنى. خلي الناس برا الادارة وروح نعلن اعلان كبير بس لزار وهي وفريقها السكيورتي على قمة التأهب، وراح يدبون أي ريكوست تبيه. زين أعرف أن أنتوا قلقين من دكتور بيلامي، وهو حين قاعد يعالجونه في تروما سنتر مكان الصدمات أو شيء كذي، لأنه هو حالته مو ستيبل مو ثابتة. نشكرك على صبرك. زين أبطلع من هالإيميل شلون؟ باك هاي شنو في شي؟ شوف يعلكم كنت تلعبون فيني، قاعدين يراقبوني وانا شي عبالي انا بيت. اي اف. زين شلون الاستفادة ان انتو حاطين واحد خلونا عبالة انه قاعد عايش في بيته او عايشة في بيتها؟ ماني مو متعودة ان انا اتحكم شخصية بنت. ليش؟ لان الثلاث الالعاب اللي قبل ثلاث العاب اربع العاب كان دايما شخصية البطل رجل. هاي شنو اوها ما في باسورد تحت، يمكن هني مكتوب شي. شوف باسورد IKOP 0876 في إيميلات بعد. ريمايندر about the company. أوكي تذكير عن الباسورد تخص الشركة. هاي شنو ملاحظة عن اللي صار اليوم. كل الاختبارات كانت سيئة حتى اختباراتي أنا. لازم ننزل النيرومودز. نيرومودز شنو هالصوت؟ في رقم سري. ما أعرف الرقم السري. لحظة شوي وين النوت راحت؟ كان في نوت. شلون ادش على بياناتي؟ 0876 نجرب 087 غلط. دخل خاص بس the safe code is اكو مكتوب بس ما يبين ممسوح. سأقعد لكم
صار؟ إنزين أعرف أضرب الهاي الحمد الشكر. تحس إني تعلمون شلون أضرب؟ أعرف. أنا الحين مصدومة قاعد أستكشف. في أسانسير بعد. هاي شنو زين؟ سحق عندكم قصين علي. حتى الهليكوبتر كذب. حتى الهليكوبتر كذب. هاي كلها شاشات عشان يقصون علي. ما لا تعليكم. كل شي خربان. شي عادني أنا وصلت الدوام يا الكذابين. شوف شوف الكذب ها. شوفه عشان محاكاة ان انا عاد اني وصلت الدوام صدق روحي اقول ايش بتودوني الدوام بالهليكوبتر. هني الغبي العالم ما نعم جنور ايش تبي ميمك ميمك ليش؟ هو شو يسوي هالشي؟ تعال هاي موت وين راح؟ لا لا طقني زين اوكي راح. شلون اطلع من هالمكان؟ على اساس ان هذه الاخت اللي اسمها جانيوري اسمها يناير يعني انه لازم اطلع من المكان. وعليا مورغان قصن علينا هي الدوام دوام واخر شي نسوي اقار تجارب. شنو هاي؟ كنترول روم غرفة التحكم. يلا عليكم يا كذابين قصن علي. تعال هون بدي اضربه. موت ما بقى منه شيء. موت تمت ولا لا؟ اتعبت فقيرة مورغان. الحين شو بيصير؟ اشوف يلا اشوف ان شاء الله. شو الاجرام شلون كانوا يقصون علي يحسسون انا الله ركب هليكوبتر. بسم الله عليكم يا كذابين. عيال تدرون تستاهلون صار فيكم عسى كل هالشركة ان شاء الله يصيدها عليكم. بطل اشوف زهاي عمل موت دام انك معاهم تستاهل. احسن عندك اياه زين سيفي سرى سرى برفجتكم سرى يا الهي انه يتكاثر. No one has been able to stop the mimics from multiplying since they broke containment. I'm going to help you stay alive just a little further. ما حد قدر ما حد قدر يوقف تكاثر هاي الميمك الاسود كان اسود. زين وانا راح اساعدك ان انت تبقى على او اساعدك ان تبقي على قيد الحياة. يا الهي عايزين اقرا ايميلات. هاي لما ينقلب السحر على الساحر قاعد يسوون تجارب علمية. نعم play your way يعني اوكي. يقول تقدرين تلعبين بطريقتك اما انك تفتحين الابواب المغلقه بطريقتك ان انت يعني تدورين المفتاح او تلاقين لك طريق ثاني. اوكي شكرا. كرسي يتحرك بروحه في جن ايرور. كانوا يسوون تجارب شكل هالتجارب انقلبت عليهم. تستاهلون تستاهلون. هاي شنو؟ يلا
pre-order test. لو سمحت من اللي عنده مفتاح الباب؟ يعني أنا شي طيبة بدور مفتاح. لقيته. الساند افكت يعني خرع. اي يا ممك يا سخيف، قول لي ايش تبي. اذا تبي تضرب علي في الشركة بساعدك صدقني، لانهم قصوا علي، كانوا يلعبون فيني، عايشين معيشين محاكاة مو حقيقية. ابيش انا اعرف حياتي كم يعني 83 زين. لأن حصلنا الكي قدرنا نطوف. هلو مستر ميمك، انت ميمك ولا ميمك كبير؟ انت يمكن تعاونت مع انسان شي صار شكلك، فانتوم. تقول هاي فانتوم اسمه شكله، لأنه شو يصير مو اذا سير ريبير تيتوريال. ماني ابجكت ان تالوس لكن دي ريبيرد. إذا كان عندي ريبير سكيل أقدر أصلح الأشياء لو كان عندي المهارة أو الأدوات المطلوبة. بس أنا ما عندي اللاي، ما عندي الأدوات المطلوبة عشان أصلح. طلع لي أحمر. أوكي هاي شيء هاي ليش متجمدين؟ ايش فيهم صار فيهم؟ وات جلو كانون ذا ترانستار جلو كانون. شنو يعني هو؟ صمغ يمنع او يوقف تحركات العدو بدون ما يؤذيهم. ليش ان شاء الله؟ وممكن يطلع منه نار بشكل مؤقت. زين إذا ضغطت ضغطة واحدة يطلع جلو، إذا ضغطت ومسكت الزر يطلع فاير. وين الفاير؟ وين الفاير؟ أبي قتله أنا. شكرا على أغراضك. دونات انتر لا تدخل. ليش؟ ليس لدي باسورد سكيورتي باث. أوه جينيفر ايش تبي؟ وين تتصلين؟ Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look. أنا طلبت شيء؟ وين؟ لازم اخذ شيء اسمه نيرومود. انزين بدو انا عدلته حسب طلب او حسب طلبك. طلبي ما ادري ايش طلبت. انا ما ادري ايش السالفه يا اعزائي. يا اخي خلاص يا ميمي. اي مكتوب تعال عني انكم تطبونني. توافض السير الرابع ترى باي قاعد تموت. الاستامنة خلص. اوكي ايش فيها شي ما تشوف عدل؟ تعبت مسكينة. اسفين يا مورغان تعبناك. هاي ناخذه. شنو يسوي؟ اوكي هو اختراع مع شركة ترانستار يخليني اتعلم مهارات جديدة وقدرات. اضغط على هاي عشان اضغط على ادش على منيو. زين
شنو أتعلم؟ عندي نقاط عشان أتعلم. إنجينيرين ولا سكيورتي؟ إنجينيرين سكيورتي يزيد قدرتي الفيزيائية والمسدسات والسكيورتي. هاي عشان أعدل أغراضي وأصلحهم. زين يمكن نحتاج شنو؟ هاي يمكن نقطة واحدة. بايش قاعد يصير؟ خشي فقعت عينها اقصد عشان تاخذ قدرات جديده. اوكي there are many Transtar personnel who wish they had stronger faster bodies at the moment. Now let's get you to the main lobby. الحين اعتقد ان الكثير من عملاء او موظفين Transtar يتمنون يكون عندهم جسم سريع. ما ادري شنو فيفرت ويل شنو هاي. اضغط على هاي عشان اخذ اغراض اللي بيها. فاين شكرا. لوبي لحظه شو ما بروح اللوبي انا انتظر. كاري سيرش ما في شيء. على هالشيء العمارات سكيل روم. زين شذي نعتبر خلصنا هالمكان. رحنا فوق ما ادري شلون اروح فوق. لقد رآني. استحقا لك لا تقفز. اروح اروح. اي الوسخ ليش مسدود المكاني؟ ادري تقول ليش ما تروح. هاي قصدها انه هو يقدر اذا وزخ شيء يصير نفسه. اوكي بس ابي افهم شو يعني كان نوع الاختبار انتو تسوونه على الشخصية يعني استوون فيها. got the lobby yes. نعم يا جنومي نعم. Ready for your first real view of the world? Okay, how is she? What's going to be? يقول لي إن أنت قدرتي الطوفين أو تقول لي جنوان قدرتي الطوفين. فهل أنت مستعدة لنظرتك الأولى للعالم؟ Question. Should I save on? Save game. Save? Yes. الله يستر. هاي صج بعد ولا محاكاة؟ ليش أنا في الفضاء؟ ليش؟ Oh my god كوكب الأرض القمر. ليش؟ اي بس ليش؟ ليش أنا في الفضاء؟ ليش؟ ايش قاعد يصير؟ Careful. You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. I know you have a lot of questions. طبعا عندي وايد أسئلة. لازم أروح مكتبي. شنو أروح مكتبي؟ ليش كوكب الأرض هناك؟ والقمر هني. وإحنا هني بروحنا. حسبي الله على إبليس أنا أداوم في محطة فضائية. أوكي guys this is really أبي أقعد بيغمى علي من اللي شفته. أشتي الدور وايد. إنزين خل نوقف الحلقة هني ونعيش الصدمة في الحلقة الثانية. مع السلامة.